بسم الله الرحمن الرحيم، أبنائي وبناتي طلاب وطالبات الصف العاشر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستكمل رحلتنا مع الممنوع من الصرف، القسم الأول، الجزء الثاني. معنا أحبائي ثلاثة أهداف: الأول، أن يحدد الطالب الأعلام الممنوعة من الصرف وشروط منعها. الثاني، أن يعرب العلم الممنوع من الصرف إعرابًا صحيحًا. أما الهدف الثالث فهو أن يوظف العلم الممنوع من الصرف في سياقات مناسبة. نستكمل أبنائي ونتذكر. بداية، تذكر وتأمل الكلمات الملونة وانطقها مع ضبط آخرها ثم أجب. يقول الله تعالى: كذبت ثمود وعاد بالقارعة. ما سبب عدم تنوين كلمة ثمود بينما نونت كلمة عاد؟ ثمود وعاد. أحسنت، كلمة ثمود ممنوعة من الصرف فهي ممنوعة من التنوين، أما كلمة عاد فهي تصرف. تأمل أيضا، يقول تعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. كلمة مواطن اسم مجرور، ما علامة جره؟ بوركت الفتحة. لماذا؟ لأنها ممنوعة من الصرف. نستنتج أبنائي مما سبق: الممنوع من الصرف أسماء لا يلحقها التنوين، وكذلك علامة رفعها الضمة، أما علامة نصبها وجرها فهي الفتحة. ولكن ما أسباب المنع من الصرف؟ تأمل معي. يمكن أن نجمل أبنائي أسباب المنع من الصرف في الشريحة التي ستعرض أمامك، نجمل ثم نفصل. فهناك أسماء تمنع لعلتين أو لسببين، وأسماء تمنع لعلة أو لسبب واحد. فما يمنع لعلتين؟ العلم بالإضافة إلى علة أخرى، وكذلك الصفة بالإضافة إلى علة أخرى. فالأعلام الممنوعة من الصرف: العلم المختوم بألف ونون زائدتين مثل سلمان وعثمان، والعلم على وزن الفعل مثل يزيد وأحمد، والعلم المركب تركيبًا مزجيًا مثل حضرموت وبعلبك، والعلم المؤنث مثل فاطمة وزينب، والعلم الأعجمي مثل إبراهيم وإسماعيل، وكذلك العلم المعدول على وزن فعل مثل عمر وزحل. أما الصفات الممنوعة من الصرف فهي الصفة على وزن فعلان مثل غضبان، والصفة على وزن أفعل مثل أكبر وأفضل وأحمر، والصفة المصوغة من الأعداد على وزن فعال أو مفعل مثل ثناء ومثنى، ثلاث ومثلث، وكذلك الصفة على وزن فعل وهي لفظة أخر. أما الأسماء التي تمنع لسبب واحد فهي صيغة منتهى الجموع وهو جمع تكسير بعد ألفه، حرفان أو ثلاثة أوسطها ساكن مثل مساجد منازل، كذلك محاريب تماثيل مصابيح، والاسم المختوم بألف التأنيث الممدودة مثل صحراء وحمراء، وكذلك الاسم المختوم بألف التأنيث المقصورة مثل كبرى وصغرى ودنيا وعليا. أجملنا، نبدأ بالتفصيل. درسنا اليوم أبنائي عن العلم الممنوع من الصرف، ف
فما هي أسباب منع الأعلام من الصرف؟ بداية، إذا كان العلم مختوماً بألف ونون زائدتين مثل رمضان وسلمان وعثمان، وكذلك إذا كان العلم على وزن من أوزان الفعل مثل يزيد على وزن يفعل مثل يأكل ينقص أحمد وتغلب، كذلك إذا كان العلم مركبا تركيبا مزجيا كلمتان مزجتا ببعض مثل بعلبك وحضرموت، وكذلك العلم المؤنث، ولكن يشترط ألا يكون ثلاثيا ساكن الوسط، لأنه إذا كان ثلاثيا ساكن الوسط فإنه يجوز المنع ويجوز الصرف. العلم المؤنث غير الثلاثي ساكن الوسط مثل حمزة، تقول حمزة رجل، نعم هو مؤنث لفظي فقط لأنه مذكر، ولكن به علامة للتأنيث مثل أسامة وطلحة وحمزة، ففيه تاء تأنيث مربوطة، وكذلك فاطمة فهو مؤنث لفظي ومعنوي، أما زينب فهي مؤنث معنوي فقط، فهي لا يوجد بها علامة من علامات التأنيث، وكذلك العلم الأعجمي غير الثلاثي ساكن الوسط، لأنه إذا كان ثلاثيا ساكن الوسط فإنه يصرف. العلم الأعجمي ليس له أصل عربي مثل إبراهيم، باريس، يناير وهكذا، وكذلك العلم المعدول على وزن فعل مثل عمر فأصلها عامر ولكنها عدلت فصارت عمر، وكذلك زفر، وكذلك زحل. انتبه بني إلى هذه الشريحة، فهي من أهم الشرائح. ما هو العلم؟ نحن نقول العلم المؤنث، العلم على وزن الفعل، العلم المنتهي بألف ونون زائدتين وهكذا. فما العلم؟ العلم هو اسم يدل على واحد من أفراد جنس، فإذا قلت أحمد فهو يدل على واحد من البشر، إذا قلت أحد فهو واحد من الجبال، فإذا قلت الدوحة فهي إحدى المدن، فإذا قلت رمضان فهو أحد الشهور، وإذا قلت الجمعة فهو أحد الأيام، وهكذا. فالعلم اسم يدل على واحد من أفراد جنس، إذا قلت محمد فهو واحد من البشر، فإذا قلت الدوحة فهي إحدى المدن، إذا قلت أكتوبر فهو أحد الشهور، وهكذا. انتبه أيضا بني، العلم المؤنث، هناك علم مؤنث لفظي فقط مثل أسامة، طلحة، حمزة، فهو يدل على مذكر ولكن به علامة للتأنيث، فهو من حيث اللفظ هو مؤنث. وهناك معنوي فقط مثل زينب، وهناك لفظي ومعنوي مثل عائشة. أما العلم المؤنث الثلاثي ساكن الوسط فهو يجوز المنع ويجوز الصرف مثل مصر، تقول مصر ومصر دولة عربية، فيجوز المنع ويجوز الصرف. زرت مصر أو مصرا، وكذلك أشتاق إلى مصر وأشتاق إلى مصر،
فالعلم المؤنث الثلاثي ساكن الوسط يجوز المنع ويجوز الصرف. أما العلم الأعجمي الثلاثي ساكن الوسط فهو يصرف. يقول الله تعالى: ألا بعدا لعاد قوم هود. ألا بعدا لعاد قوم هود. فكلمة عاد علم أعجمي ولكنه ثلاثي ساكن الوسط، وكذلك كلمة هود علم أعجمي فهو ثلاثي ساكن الوسط، ولذا فهو يصرف. بارك الله فيكم. والآن مع التطبيق، استخرج العلم الممنوع من الصرف من الأمثلة الآتية وعلامة إعرابه. يقول الله تعالى: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. أين العلم الممنوع من الصرف؟ أحسنت، كلمة أحمد، اسمه أحمد، فما علامة إعرابه؟ بوركت الضمة. يقول الله تعالى: هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود. أين الممنوع من الصرف؟ نعم، كلمتان، فرعون وثمود. حديث الجنود فرعون، علامة الإعراب الفتحة، وكذلك ثمود. يقول الله تعالى: وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. أين العلم الممنوع من الصرف؟ بوركت مريم، ابن مريم الفتحة. فاطمة أحب بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه. أين العلم الممنوع من الصرف؟ بوركت فاطمة، علامة الإعراب الضمة. قرأت نوادر جحا فأعجبتني كثيرا. العلم الممنوع من الصرف؟ جحا. ما علامة إعرابه؟ الفتحة المقدرة، لأنه اسم مقصور. بوركتم. مع هذا السؤال أيضا، بيّن سبب منع الكلمات التي تحتها خط في الأمثلة الآتية من الصرف وأعربها. مطلوبان: سبب المنع ثم الإعراب. ألف: عرف عرب الجزيرة بالقحطانيين نسبة إلى جدهم قحطان، لما تمنع كلمة قحطان من الصرف؟ أحسنت، إنها علم مختوم بألف ونون زائدتين، ما إعرابها؟ إلى جدهم، جدهم هو قحطان، قحطان بدل مجرور وعلامة جره الفتحة الظاهرة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. باء: حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا على فقد عمه حمزة رضي الله عنه. كلمة حمزة، لما منعت من الصرف؟ بوركت، إنها علم مؤنث لفظا، ما إعرابها؟ عمه حمزة، فقد عمه حمزة. بوركت، بدل مجرور وعلامة جره الفتحة الظاهرة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. السؤال الأخير: كان نبي الله إبراهيم عليه السلام أمة واحدة. إبراهيم، لما تمنع من الصرف؟ أحسنت، إنها علم أعجمي غير ثلاثي، ما إعرابها؟ نبي الله إبراهيم، بوركت، بدل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. بارك الله فيكم. تأمل هذا السؤال. قال الشاعر عمرو بن كلثوم: أبا هند فلا تعجل علينا، وأنظرنا نخبرك اليقين،
وقال جبران: شارفت هند روضة ثم قالت وهي تفتر عن جواهر عقدي: لماذا جاءت كلمة هند منونة في البيت الأول وغير منونة في البيت الثاني؟ قال أبا هند وقال: شارفت هند. لماذا؟ هل يجوز منعها وصرفها؟ نعم، يجوز منعها وصرفها. لماذا؟ لأنها علم مؤنث ثلاثي ساكن الوسط، مثل مصر ونور. بوركتم. نصل أبنائي إلى القاعدة: الممنوع من الصرف اسم معرب لا يدخله التنوين، ويرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالفتحة نيابة عن الكسرة، إلا إذا كان مضافا أو دخلت عليه ال التعريف فإنه يجر بالكسرة. من الأسماء الممنوعة من الصرف العلم، ويمنع من الصرف أو من التنوين في حالات عدة، هي إذا كان مختوما بألف ونون زائدتين، مثل عثمان وزيدان ومروان. إذا كان على وزن خاص بالفعل، مثل يزيد وتغلب وأشرف. إذا كان العلم المركب تركيبا مسجيا، مثل بعلبك وحضرموت. إذا كان العلم المؤنث لفظا أو معنى، مثل معاوية وأمية وسعاد، أو لفظا ومعنى، مثل عائشة ورقية. وكذلك العلم الأعجمي الذي يزيد على ثلاثة أحرف، مثل إبراهيم وإسماعيل ويعقوب. وكذلك العلم المعدول على وزن فعل، مثل عمر ودلف ومضر وزحل وهبل. ملحوظة: إذا كان العلم المؤنث ثلاثيا ساكن الوسط جاز فيه الصرف والمنع من الصرف، مثل مصر وهند ودعد. إذا كان العلم الأعجمي ثلاثيا ساكن الوسط صرف، مثل نوح ولوط. والآن مع التوظيف: ضع كلمة عمر في ثلاث جمل، بحيث تكون في الأولى مرفوعة، وفي الثانية منصوبة، وفي الثالثة مجرورة، مع ذكر علامة الإعراب. في حالة الرفع نقول: حقق عمر النصر، فما علامة الإعراب؟ إنها الضمة. في حالة النصب نقول: نصر الله عمر، ما علامة النصب؟ الفتحة. في حالة الجر نقول: تعجب المؤرخون من عمر، ما علامة الجر؟ أحسنت، الفتحة. لاحظ، كلمة عمر ممنوعة من الصرف فلا تنون، بينما كلمة عمرو تصرف. أقول: حقق عمرو النصر، نصر الله عمرا، تعجب المؤرخون من عمرو. بوركتم. وأخيرا مع الإعراب، قال الله تعالى: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. ما إعراب كلمة داود؟ نعم، اللام حرف جر مبني لا محل له من الإعراب. أما كلمة داود فهي اسم مجرور وعلامة جره الفتحة الظاهرة نيابة عن الكسرة، لأنه ممنوع من الصرف. أما كلمة سليمان فهي مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. ختاما أحبائي، أشكركم وأرجو لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.